سيدي قاسم الأصل هي مرتبطة بالزاوية، لذلك تأسيس المدينة في بداية الأمر هو كان له وظيفة دينية ارتباطا بسيدي قاسم بوعشرية. عندما نتحدث عن فترة ديال فترة اكتشاف البترول هنا في سيدي قاسم أو دخول المستعمر هنا لسيدي قاسم وبداية استغلاله للثروات المعدنية والنفطية هنا بالإقليم، نجد على أنه تم تقسيم المدينة إلى منطقتين. بالنسبه للاشكاليه اللي كاينه هنا في سيدي قاسم هي اظن كيشير لها الاساتذه، هي قله الوثائق، بمعنى انه لا يمكن ان نوثق لحدث ما دون وجود ما هو ذاكره. التاريخية للمقاومة والتحرير بسيدي قاسم تم تأسيسه في 17 نوفمبر 2015 من طرف السيد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وكان يعني أن الفضاء منذ تأسيسه اطلع بدور أساسي وهو دوره في التنمية السوسيوثقافية في الإقليم سيدي قاسم. وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة الثقافية التي ينظمها هذا الفضاء. هذه الأنشطة هي موجهة بالأساس أولاً للناشئة، للشباب، للعموم المواطنين. وأيضاً على أن الهدف الأساسي من إنشاء الفضاء والفضاءات الأخرى اللي التابعة للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير اللي بلغت الآن 104 فضاء، كان نوجدوا على أنه الدور الأساسي نتاعه هو صيانة الذاكرة التاريخية الوطنية والتراث النضالي لأسرة المقاومة، إشاعة القيام الوطنية والمواطنة من خلال مجموعة من الأنشطة. عندما نتحدث عن الأنشطة نحن نتحدث عن أنشطة ثقافية وتربوية اللي هي كتكون عبارة عن ندوات علمية، محاضرات، عروض تاريخية. مثلا انه كنديروا ندوات حول احتفالا مثلا بتقديم وثيقه المطالبه بالاستقلال، خاصه على ان اقليم سيدي قاسم هو من الاقاليم اللي كان لها مساهمه في تقديم عريضه المطالبه بالاستقلال في شخصيه من شخصيات المدينه اللي هو مسعود الشيقر. وبالتالي على انه كان حاول ما امكن اننا نعرفوا بهذه الشخصيه المناضله وكنعرفوا بالمقاومين اللي قاوموا في هذه الفتره ديال النضال الوطني. ايضا كان نظموا مجموعه
من المحاضرات، كننظموا مجموعه من الصبحيات والامسيات للتلاميذ والتلميذات المؤسسات التعليميه سواء الخاصه او العموميه. كننسقوا مع المديريه الاقليميه لوزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه، كننسقوا مع مراكز التربيه والتكوين، مع دور الشباب، في اطار يعني اننا كنشتغلوا على منظومه القيم. عندما نتحدث عن منظومة القيم، هي واحد المنظومة اللي الهدف منها هو ترسيخ ديال القيم المواطنة الإيجابية لدى الناشئة. عندما نتحدث على المقاومة، فنحن نتحدث عن خيرات الشعب المغربي والنضاله، يعني بجميع فئاته العمرية ويعني في والاجتماعية، من أجل تحرير هذا الوطن في فترة زمنية اللي امتدت على مدى 44 سنة، واللي يعني أنه الشعب المغربي قدم فيها الغالي والنفيس، قدم دماءه ورجالته ونسائه، واستشهد العدد الكثير منهم. سيدي قاسم، الأصل هي مرتبطة بالزاوية، لذلك تأسيس المدينة في بداية الأمر هو كان له وظيفة دينية ارتباطا بسيدي قاسم بوعشرية، لكن فيما بعد عندما تأسست مدينة بوتيجون حوالي 1916، فدور هذه المدينة تحول من دور ديني إلى دور عسكري، ثم دور عمراني، وكذلك دور صناعي. بالنسبة لفترة الخمسينات، عرفت مقاومة على غرار باقي المدن المغربية الأخرى، وأهم مقاومة عرفتها المنطقة في الخمسينات تعرفها مثلا منطقة أو شارع الرباط، حيث تم إحراق بعض المتاجر أنذاك كتعبير من المقاومين على رفضهم لسياسة الاستعمار الفرنسي مثلا في فترة الخمسينات. نعم. شهداء انتفاضة شارع الرباط تقريبا 11 شهيدا، وان منه ان هناك مقبره جماعيه لهم في مقبره الفنانين هنا بسيدي قاسم، والتي يعني ان هناك قبر جماعي لشهداء مقبره، يعني هناك لوحه تذكاريه تخلد لهذه الذكرى. للاشاره هنا بسيدي قاسم، نجد على ان من بين المحطات البارزه هنا او مساهمه الاقليم في هذا المسار النضالي، كنوجدوا على ان هناك بعض المحطات. عندما نتحدث عن المرحله الاولى، هو ما ذكره الاستاذ الشرقه، كنوجدوا على انه تحدث عن المرحله الاولى، هي مرحله الاستعمار الفرنسي او الدخول الفرنسي الى المنطقه واستيلاؤه على الاراضي الفلاحيه، كرد فعل مباشر لسكان الاقليم هو رفضهم لهذه السيطره على هذه الاراضي. يأتي من مجموعة من الأعمال اللي كانوا يقوم بها أفراد المقاومة وجيش التحرير، اللي هي أعمال اللي كانت كتقوم بعملية ديال تهديد مصالح فرنسا بالإقليم.
ايضا كنوجدوا على ان ما اشرت اليه هو مساهمه الاقليم في شخص مسعود الشيقر في تقديم وثيقه المطالبه بالاستقلال اللي كان هو احد الموقعين على الوثيقه، وهو ابن حي شليحات الواد هنا باقليم سيدي قاسم، يعني درس هنا، درس بمؤسسه الزراري الابتدائيه، دار زراري الابتدائيه، ودرس ايضا بالمدرسه الاعداديه الاسلاميه اللي هي الان تسمى بالاعداديات الثانويه الاعداديه المهدي بن سومرت، كما اتمم دراسته الثانويه بمدرسه مولاي يوسف بالرباط. إذن بالتالي أنا أن شخصية مسعود الشيقر هي رمز من رموز المقاومة الوطنية المنتمية للإقليم. أيضاً كنوجدوا على أن محطة ثانية هي ما يعرف هنا في الذاكرة الشعبية ديال الإقليم أو ديال المدينة، هي انتفاضة شارع الرباط. عندما تحدث عن شارع الرباط كنتحدث على انتفاضة 4 أغشت 1954. انتفاضة اللي شارك فيها، يعني خرجوا فيها متظاهرين من عزل حاملين الرايات وصورة السلطان محمد الخامس رحمه الله، وينادون بعودة السلطان من المنفى، ويرفعون شعارات وطنية في هذه الانتفاضة. أيضا كنوجدوا على ان من اشكال المقاومه هنا بالاقليم هي ما يسمى بالمقاومه الثقافيه، والتي تتمثل في شخص القائد علال الهاشمي، علال الهاشمي الذي اخذ ترخيصا او حصل على دعم من السلطان محمد الخامس اثناء زيارته هنا لاقليم سيدي قاسم من اجل انشاء المدرسه الحره التي المدرسه الحسنيه الحره. بالتالي على ان انشاء هذه المدرسه كان نوع او شكل من اشكال المقاومه الثقافيه للوجود الاستعمار الفرنسي في الاقليم بسيدي قاسم. نعم. الاشكاليه اللي كاينه هنا في سيدي قاسم هي اظن كيشيرولها الاساتذه، هي قله الوثائق، بمعنى انه لا يمكن ان نوثق لحدث ما دون وجود ما هو ذاكره او وثائق. ما نشتغل عليه هنا في الفضاء هو ما يسمى بالذاكره الشفويه او الذاكره يعني لدى رجالات المقاومه ونساء المقاومه، ونحاول ما امكن ان نسجل هذه الشهادات الحيه لهم من اجل توثيقها، ويعني انها تكون بمثابه يعني واحد مرجع تاريخي ليوثق لواحد المرحلة مهمة من مراحل التاريخ الوطني. قبيل العشرينات من القرن في مرحلة الاستعمار بطبيعة الحال، تم تدريجيا اكتشاف بعض الآبار النفط بشكل فجائي، مثلا في جبل وطيطة، قدم جبل وطيطة تم اكتشاف بئر للنفط، وفي جبل سلفات تم اكتشاف بئر آخر، ولذلك بدأت فرنسا أو سلطات الحماية تفكر في طريقة لكي تستغل هذا النفط وتنشئ مصنع أو معمل لتكرير النفط، غير أن التوقعات التي أو ما كانت تخططه سلطات الحماية يعني لم يكن حسب توقعاتها، لان تلك الابار كانت هي غير كافيه لسد حاجيات المعمل ديال التكرير.
لذلك عندما تم تدشين المعمل ديال التكريت سنة 1929 تقريبا بدأت تستورد تقريبا الخام وتكرره يعني في هذا المعمل. عندما نتحدث عن فترة ديال فترة اكتشاف البترول هنا في سيدي قاسم أو فترة أو دخول المستعمر هنا لسيدي قاسم وبداية استغلاله للثروات المعدنية والنفطية هنا بالإقليم، نجد على أنه تم تقسيم المدينة إلى منطقتين، منطقة فرنسية ومنطقة يعني منطقة مرتبطة بأبناء سيدي قاسم. بمعنى أنه الحي يتمثل في الحي الإداري وحي أزغار أو ما يسمى بشارع الرباط المرس وغير ذلك من المناطق اللي هي مناطق اللي يعني أنه من أجل مرور أبناء إقليم سيدي قاسم من مدينة سيدي قاسم من المنطقة التي يسكنون فيها إلى المنطقة الأوروبية كان عليهم أن يقدموا وثيقة من أجل المرور إليها. بمعنى كانوا لبراج. لبراج نعم. وبالتالي على أن هذا الفصل كان يخلق نوعا من المقاومة لديهم لأنه كان يعني بمثابة منع من الحركة والتنقل داخل مجال اللي هو مجالهم الخاص، وهذا ما يعبر على مقاومة شرسة من طرفهم. ايضا على انه عندما نتحدث هذه المقاومه التي تمثلت في مجموعه من العمليات اللي قاموا بها مقاومين، من هذه العمليات كان وجود فجير سيارات لاشخاص عاملين بالمعمل. أثناء تدشينه كان هناك عملية وضع قنابل أو متفجرات بالموكب الذي كان يقوم بعملية تدشين، بمعنى أنه كانت هناك رفض لسيطرة الفرنسية على المدخرات النفطية والبترول الخيرات المعدنية لإقليم سيدي قاسم.